معرض شرق الكتاب من أهم المعارض للكتب في الإمارات، في العالم العربي، ومن المعارض المعدودة في العالم أيضا. وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يعني يبذل كل جهد ويبذل كل رعاية لهذا الحدث السنوي ولهذا الاحتفال السنوي للثقافة وللكتاب. واختيار اليونسكو للشارقة كعاصمة الكتاب هو يعني يرجع الحق إلى أهله ويعطي الشارقة التحية التي تستحقها في هذا المجال. وأنا متأكد بأن القائمين على هذا المعرض سيجعلون من هذه المناسبة احتفالية سنوية كاملة، وستكون إضافة مميزة للثقافة العربية والعالمية في الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل العالم العربي.